والاشتباكة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خلفت وضعا صعبا دفع العديد من الدول لاتخاذ قرارات عاجلة بخصوص رعاياها. الهدف واحد، إجلاء الرعايا الأجانب من تل أبيب في أسرع وقت. الخارجية الألبانية تحدثت عن إجلاء نحو 40 مواطنا من إسرائيل وسط ارتفاع المخاوف من التصعيد الحاصل، في حين أن بولندا أعلنت إرسال طائرات عسكرية لنقل نحو 200 سائح بولندي يرافقهم جنود قوات خاصة لضمان سلامتهم. كخطوة استباقية تعتزم الحكومة البرازيلية إرسال 6 طائرات بسعة 230 راكبا على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل وفقا لما أعلنته القوات الجوية البرازيلية. أثينا هي الأخرى تسعى لإعادة 149 سائحا يونانيا من إسرائيل والذين تقطعت بهم السبل جراء الهجمات المتواصلة. وعلى غرار بولندا والبرازيل واليونان رهائن ومفقودون وقتلى بين رعايا بريطانيا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا. السلطات البريطانية أكدت أنها على اتصال بنظرائها في إسرائيل حول وضع رعاياها على الأرض، في حين أكدت الخارجية الأمريكية مقتل 9 أمريكيين في أعقاب الهجمات التي وقعت. في الأثناء، عدد كبير من شركات الطيران الأوروبية ألغت عشرات الرحلات من إسرائيل وإليها بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، وحثت حكومات عديدة مواطنيها تجنب السفر إلى تل أبيب حالياً.